عام جديد، تحديات وإنجازات جديدة أيضاً. كثيرة هي القضايا التي ما زالت تؤرق هذا العالم، وكثيرة هي الحلول أيضاً. ولكن ماذا سنستثمر منها في حل هذه المشكلات؟ أهلاً بكم إلى حلقتنا السادسة من برنامج نحن والعالم، وأرحب بضيوفي بالاستوديو الأستاذ صباح علو الباحث والمتابع السياسي، والأستاذ فوزي السمهوري المتابع للشأن الدولي والسياسي. أهلاً بكم ضيوفاً على الاستوديو. أهلاً ومرحباً. لنرى ماذا سنناقش في المحور الأول. هي أم القضايا المنسية وذات الخيارات المحدودة، وتراجع مع حضورها السياسي على مستوى الإقليم والعالم شكل الحل السياسي لها. القضية الفلسطينية اضطراب وجرائم إسرائيلية بشعة وفراغ على مستوى القيادات، ما أدى إلى قيام ما أسموها بانتفاضة ثالثة، ولكن بالدهس والطعن والنار. نتابع هذا التقرير. ليس مستعجلا أن يقوم شخص بعملية إطلاق نار على رواد حانة في تل أبيب، فعمليات التغول الإسرائيلي في الاستيطان والقتل والحرق هي من تكثف هذه العمليات وتزيد من وتيرتها، فهو ردة الفعل الطبيعي على سياسة إسرائيل التي تقوم على فرض عقوبات على من يرمي حجرا والإعدام لمن يحمل مقصا ونصف منازل الأهالي ومصادرة أراضيهم. الحصار المفروض على قطاع غزة وعدم فتح معبر رفح لمدة عام كامل باستثناء 21 يوم واستهدافه بالصواريخ بشكل مستمر ومتكرر هو ما دفع حماس بأن تصرح أن العمليات القادمة ستكون في قلب تل أبيب. حالة من الذعر تسود المجتمع الإسرائيلي الذي يشهد إغلاق المحال والمطاعم السياحية، وخوف يتملك أطفالهم ويدفعهم لفرض الذهاب إلى مدارسهم، ناهيك عن زعزعة ثقة الإسرائيليين بحكومتهم التي يعتبرونها غير قادرة على حمايتهم. لن توقف حرب الطعن والدهس ولا استماتة الشعب الفلسطيني بالدفاع عن أرضه في ظل تجاهل من المجتمع الدولي الذي كان وما زال يقف مكتوف الأيدي حيال القضية الفلسطينية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وسنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي، وسأبدأ مع الأستاذ صباح. أولا أستاذ صباح، عملية أو ما أسموها بالانتفاضة الثالثة، كل القائمين عليها أو الأفراد الذين قاموا بهذه العمليات كانت على مستوى فردي ولم يكن أحد بهم ينتمي إلى الفصائل الفلسطينية المسلحة، وبقيت الفصائل تنظر وتراقب المشهد من بعيد. ما سر مراقبة الفصائل الفلسطينية الآن للمشهد بدون أي ردة فعل؟ ولماذا تقوم هذه الانتفاضة على المجهودات الفردية؟ واقع الدولي والإقليمي حقيقة، خصوصا خلال العشرة سنوات الماضية وما تجسد في 2015 من تداعيات كبيرة جدا، جعلت من العالم أن يهمل هذا الموضوع في الذي ملأ تاريخ الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكثيرا من الاتفاقيات والقرارات الدولية لحل القضية الفلسطينية، ولكن دون جدوى، بعملية ليس تناسي بالشكل اللي احنا نفهمه على مستوى الفرد، وإنما هناك برنامج واضح جدا من خلال خلق بؤر توتر مختلفة حول القضية الفلسطينية في العراق، في ليبيا، في سوريا، في لبنان، أضعف عمليات الدعم بشكل كبير جدا مع عملية التراخي من قبل السلطة الفلسطينية في
ضعفها في الضغط على إسرائيل في الالتزام بالاتفاقيات والقرارات الدولية. أنا سأعود إليك للحديث أكثر عن موقف السلطة الفلسطينية، لكن أستاذ فوزي، آخر عملية حصلت في تل أبيب قبل أيام، عملية إطلاق نار في تل أبيب في حان هناك، ذلك عمل على زعزعة منظومة الأمن في إسرائيل، ولا نستطيع أن ننكر ذلك، بأن وإن كانت عمليات فردية هي عملت على زعزعة المنظومة الأمنية. هل برأيك هذه الزعزعة هي ما جعلت إسرائيل تتحدث بحذر الآن عن التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وإعادة الملف الحوار مع السلطة الفلسطينية الآن؟ أول شيء شكرا لكم على الاهتمام بقضية فلسطين في ظل التناسي زي ما تفضلت بداية الحديث. الآن يجب أن نذكر دوما وأن نتذكر ونذكر أنه لماذا هذه المقاومة؟ هل هذه المقاومة تأتي من فراغ أم أنها بسبب الاحتلال والاغتصاب؟ نحن الآن على وشك 69 عام على نكبة فلسطين، عام 48 واللي فيها الملايين بنعيش حياة اللجوء، وبنمر على حوالي 49 عام على عدوان 67 واللي احتلوا باقي فلسطين، وبنحكي أيضا على 22-23 عام بعد اتفاق أوسلو. إذا التعنت الإسرائيلي، العدوان الإسرائيلي المستمر، جرائم الحرب الإسرائيلية، تعنتها، حتى اتفاق أوسلو الذي كان يوجب على إسرائيل والتي وقعته بالرعاية الأمريكية أن تنفذه وتطبقه، لأن هي وافقت عليه ومؤسساتها بين قوسين التنفيذية والتشريعية وافقت عليه. وماذا حصل؟ كان مفروض أن تنهي احتلالها للضفة الغربية من نهر الأردن في أيار 99 وتقام الدولة الفلسطينية. بعد ذلك ماذا؟ استمرارا بمصادرة الأراضي، مصادرة بناء المستوطنات، أعمال القتل والتدمير والاعتقالات والأعمال التعسفية، وليس ذلك فقط، وإنما فرض الحصار الجماعي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه جريمة ترقى إلى جرائم حرب. إذن هذه العوامل المجتمعة هي التي دفعت بتشكل حالي من الإحباط واليأس لدى الشباب الفلسطيني، بحيث أنه أراد أن يوجه رسائل سواء داخلية للقيادة الفلسطينية أو لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو للمجتمع الدولي أننا شعب. هل ما استطاع عليه الأفراد، لم تستطع عليه جماعات أكبر؟ لا، هم استطاعوا عليه، ولكن الآن نتيجة السلطة الفلسطينية والقيادات الفلسطينية للأسف هي واقعة تحت ضغوطات إقليمية ودولية كبيرة جدا، وضغوطات اقتصادية أيضا هائلة جدا. إذا لا قبل لها في مواجهتها في ظل الآن النزاعات الإقليمية الممتدة والتي ساهمت بمزيد من الإضعاف فوق الإضعاف التي تعاني منها السلطة الفلسطينية. لذلك جاء الشباب هؤلاء من هذا الشعور بالإحباط، هذا الشعور وليس فقط بالإحباط، شعور بالإحباط، بالظلم، بالتهميش، بالإقصاء، حتى بالفلسطينيين اللي داخل الأرض المحتلة 48 وجدنا أن السياسة الإسرائيلية تقيم على تهميشهم، إقصائهم، بعدم تعاملهم كمواطنين أسوة. إذن هذه عوامل مجتمعة دفعت بالشباب الفلسطيني ليريد أننا نصر على الاستقلال، نريد الدولة المستقلة، نريد حق تقرير المصير، نريد من المجتمع الدولي أن يساعدنا في ذلك. وهنا أشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 اللي صادر في سنة 1948 واللي بموجبه تم تقسيم فلسطين إلى دولتين. إذا حتى ذلك، وهذه واجب المجتمع الدولي، كيف أنه أن يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وأن يفرض العقوبات على إسرائيل لتعنتها ولعدم احترامها للمواثيق الدولية ولا الاتفاقيات التي وقعتها سواء بالرعاية الأمريكية أو الأوروبية. نعم أستاذ صباح، بالأمس رسميا طلبت إسرائيل من السلطة الفلسطينية تزويدها بأي معلومات عن منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب. هل ذلك يعني فراغ في السلطة أو في القيادة الفلسطينية حتى تطلب منها هكذا طلب بتزويدها معلومات عن منفذ العملية؟ وأيضا في ظل، لا نريد أن ننسى أن خطاب محمود عباس في الجمعية العامة في 14 أيلول كان يخلو من أي رؤى أو خطوات لحل القضية. حقيقة مثل ما تأكد الأستاذ حول أن حالة الإحباط لدى الشعب الفلسطيني هي التي دفعت بهذه الانتفاضة الثالثة دون وجود أي شكل من أشكال عمليات التخطيط كقيادات، ناتجة من أن سياسة إسرائيل في عمليات القضم للأرض الفلسطينية
بأسلوب وطريقة بناء المستوطنات وتوسيعها. لا نريد أن ننسى أيضا أن نذكر هناك 31 ألف أمر هدم للمنازل وهي تسيطر على 60% ليس كذلك من المناطق، وإنما لغاية 31/8/2015 عدد المنازل المهدمة في الأرض الفلسطينية وفي قرار التقسيم 44 ألف منزل، هذا في 31/8/2015. إضافة إلى أن بناء المستوطنات في داخل الأرض الفلسطينية في الضفة أو قرب القطاع أيضا يتجاوز 45% من الأراضي الفلسطينية التي أقرتها الأمم المتحدة أرض فلسطينية بحتة، أي بمعنى أنه لم يتبقى للشعب الفلسطيني سوى 22% من الأرض التي اعتمدت في قرار التقسيم، وهذا هو الذي دفع هذه الانتفاضة بهذا الحجم وبهذه الطريقة البسيطة. لماذا تفسر طلب إسرائيل رسميا من السلطة؟ رسميا لضعف السلطة، السلطة أصبحت من الضعف بمرأة الشعب الفلسطيني وليس بمرأة فقط إسرائيل. إسرائيل مدركة أن سياسة المراوغة مع القيادات الفلسطينية الهشة كما نقول هكذا، واستبعاد العمل المسلح في ما حول فلسطين بشكل أو بآخر، وجود بؤر التوتر التي قد تستمر إلى 10 سنوات، وهذا هو الذي تحافظ عليه إسرائيل في الظرف الحالي، إضعاف كل القوى المحيطة بها وأن تبقى في حالات التوتر وحالات الدمار اللي موجودة، لا تعطي الإمكانية لدعم القضية الفلسطينية. ولكن ردة الفعل للشعب الفلسطيني في هذه الانتفاضة الأخيرة يدلل على أنه شعب حي يتمكن من صيد أي شكل من أشكال السياسات الإسرائيلية بالداخل فلسطين. نعم أستاذ صباح، فاصل قصير ونعود بعده إلى ضيوفنا. هل سيشهد عام 2016 مسامير كثيرة تدق في نعش داعش في العراق؟ أولها تحرير الرمادي عاصمة الأنبار وأهم معاقل التنظيم، أم هو تكتيك واستراتيجية لم تتضح معالمها بعد؟ وإن زالت داعش، ما هو العراق الجديد ومن سيرسم خارطته الجديدة؟ سأتوجه إليك أستاذ فوزي أولاً، هل نستطيع أن نقول أن معركة الرمادي حسمت في ظل تقدم داعش اليوم وتفجيره لمستشفى عام في الرمادي قبل وصول قوات الجيش العراقي؟ بتقديري أن المعركة الرمادي لم تحسم، هي في طريقها للحسم إذا مشت الأمور كما يخطط لها من جانب الجيش العراقي. لذلك وجدنا منذ أعلنت القوات العراقية عن تحرير وسط الرمادي المجمع الحكومي كنا ننتظر ما هي ردة فعل داعش على هذا العملية العسكرية والانتصار العراقي الذي حققته. لذلك ماذا بعد ذلك؟ شخصيا لم أفاجأ، وجدنا العمليات المضادة، وجدنا العمليات المضادة سواء في نفس المحيط الرمادي أو وجدنا المناطق في مناطق أخرى في محافظة صلاح الدين على سبيل المثال. إذن وجدنا أنه داعش أيضا يريد أن يرسل رسالة أن معركة الرمادي وخسارته لجزء من هذه الأرض لم تؤثر على قوته النيرانية العسكرية على مناطق أخرى. لذلك أنا بتقديري أن الآن إذا وجدت وتوفرت الإرادة الحقيقية إقليميا ودوليا، أعتقد أن داعش في هذه في عام 2016 سيشهد مزيدا من خسائره على الأرض، لأنه شهدنا بعام 2015 خسر من سطوته على الأرض أو هيمنته على الأرض حوالي 40%. الآن نحن بطريقنا، إذا توفرت واستمرت الإرادة الفاعلة الناجعة، أنه سيخسر مزيدا من نفوذه على الأراضي وهيمنته على الأراضي. نعم، أنا قبل أن أنتقل إلى الحديث عن العراق فيما بعد تحرير مناطق عديدة من داعش، عن نقطة التحالف الدولي، الولايات المتحدة أعلنت أنها نفذت 630 غارة
في عملية تحرير الرمادي، لماذا لم يتم القضاء على داعش قبل 18 شهرا من بداية التحالف، وللآن جيوب داعش موجودة في الرمادي وتقوم بتنفيذ عمليات، لماذا لا يتم إذن القضاء عليها؟ حقيقة هنا علامات استفهام كثيرة لتوسع داعش، وبنفس الوقت الطريقة والإمكانية التي يمتلكها التحالف في عملية القضاء على داعش هي باتجاه واحد، وهو أنه استخدام عمليات القصف لوحدها، وهذا لن يحرر للعراق ولا سوريا وحتى في أي مكان آخر يتواجد به الإرهاب أو داعش. عملية محاربة الإرهاب تحتاج إلى عدة عوامل أن تتوفر وأن تسير بخطوط متوازية. يعني لما نبدأ بعمليات قصف جوي من قبل التحالف، أكثر من 600 غارة للأمريكان في الرمادي حتى وصلوا إلى هذه المرحلة، بمعنى أنها سياسة الأرض المحروقة، لأن هناك تقارير كبيرة واضحة المعالم اتضح بأن 80% من الرمادي تم عمليات تسويتها بمختلف المؤسسات ودور السكن والخدمات وغيرها، تم تسويتها بالأرض. نعم. وما زال لغاية الآن يمتلك داعش إمكانية الكر والفر في داخل الرمادي أو في محيطها، ومثل ما أكد أستاذ السموري انتقاله إلى أماكن أخرى، قد يكون هناك عملية جذب لقوات معينة والالتفاف في أماكن أخرى. يعني هنا بصراحة مصداقية التحالف والأمريكان بالذات في عملية محاربة الإرهاب هي التي أجلت عملية التحرير، وكان من المفترض قبل أكثر من 3 أشهر، ولكن دائما الأمريكان يصرحون ما زال الجيش العراقي والقوى المساندة إليه لم تكتمل في عملية البدء بعمليات الهجوم إلا قبل 3 أسابيع، ونلاحظ حاليا ما زال لغاية الآن جيوب هنا وهناك، وهي تنفذ في عمليات أيضا. بالفعل يعني هنا علامات استفهام بصراحة على السلوك والسياسة الأمريكية في محاربة داعش في العراق أو في سوريا، لم تتضح بالشكل اللي يعطيك الإطمئنان في عمليات التحالف معها. نعم. لدحر داعش. أستاذ فوزي، يعني انتشار المقاتلين الآن هذه أو هؤلاء المجموعات المقاتلين المنضوية تحت قوات الحشد الشعبي، برأيك هل يتم أو هل من الممكن التآلف والتنسيق معهم لدحر هذا التنظيم في عدة مناطق الآن في العراق؟ الأصل أن يكون هناك تنسيق، الأصل، ولكن على أرض الواقع نتيجة تراكمات عديدة أجد أنه من الصعوبة في هذه المرحلة بناء الثقة الكاملة، أتصور أنها لا زالت ضعيفة، لا أريد أن أقول، لكن أنا أتكلم عن نقطة، لا نريد أن ننسى عملية التعبئة والتدريب النوعية التي تحصلوا عليها هؤلاء المقاتلين. يجب أن نتذكر دوما أن الجيش العراقي بعدما سيطر داعش على الموصل انهزت معنوياته، كان بحاجة إلى إعادة تدريب من جديد على كافة الأصعدة، سواء التعبئة الوطنية أو التدريب العسكري أو غيره، حتى يستطيع أن يخوض معاركه. إذا كان الفرد الجندي المقاتل العراقي لا يتمتع بثقة داخلية وبثقة بقيادته، من الصعب أنه يحقق إنجاز كبير على الأرض. لذلك نحن بحاجة إلى تضافر الجهود كلها، ولا بد ويجب أن يكون هناك تنسيقا، ولكن التنسيق يجب أن يكون وفقا لمبدأ المواطنة، الجيش العراقي الموحد، الدولة العراقية الموحدة، أي يكون الهدف تحرير العراق من الإرهاب، هذا يجب أن يكون الهدف. فما المانع إذا اتفقت المكونات جميعها على أن الخطر الذي يواجه العراق هو الإرهاب؟ إذن يبقى السؤال، لماذا لا تتضافر وتتجمع وتتوحد الجهود من أجل دحر الإرهاب؟ نعم. من الذي يوجه؟ هنا نعود إلى السؤال الآخر، هل يملك كل أمره قراره بيده أم أنه له مرجعية؟ هذا تساؤل مفتوح. أستاذ صباح، برأيك هل هناك أي تخوف من اقتتال عشائري في العراق ما بعد داعش، خاصة أن هناك من حارب داعش من هذه العشائر، وهناك أيضا من انخرط في صفوف القتال مع داعش؟ نعم. وهناك فئة أخرى نزحت عن مدنهم. نعم. ولذلك من المفترض قبل البدء بعمليات التحرير الواسعة، يعني والاتساع باتجاه الموصل وطرد داعش من خارج العراق، يجب أن يكون هناك برنامج سياسي
واضح المعالم لكل القوى المشاركة في محاربة الإرهاب، سواء الجيش أو العشائر أو الحشد أو أي قوة أخرى تتواجد في أرض المعركة. يجب أن يكون هناك ما بعد داعش، يجب أن يكون هناك برنامج سياسي كي لا نعطي الفرصة لحالة الصراع أن تعود، سواء عشائريا أو طائفيا أو إثنيا أو غير ذلك. برأيك عملية التحشيد الآن من قبل تنظيم داعش، نحن لا نريد، هناك أمثلة كثيرة، لكن هناك طفل مواليد عام 2000 فجر نفسه في السدرة، عملية تحشيد كبيرة، من سيمسك الأرض؟ هل هم سكان المنطقة من العشائر أم أنه سيكون وفق تشريع قانوني؟ من المفترض قبل التشريع القانوني أن أهل المنطقة هم أدرى بشعابها، هم الذين يمتلكون الإمكانية في مسك الأرض، وهم الذين يمتلكون الانتماء للأرض في عملية مسكها والدفاع عنها مستقبلا ما بعد داعش. هذا جانب مهم، ولذلك في العراق كان هناك طرح قبل أكثر من سنة مسألة قانون الحرس الوطني بتشكيلات من كل مدينة لكل محافظة، بصراحة من أجل شنو؟ تشكيل هذه القوى للدفاع عن محافظتهم ومدنهم وقراهم من أهل المنطقة نفسها، يعطي الإمكانية للحفاظ مع برنامج عام لكل القوى الموجودة والكتل الممثلة سواء بالسلطة أو حتى خارجها، لأن هناك وحدة البلد، وحدة العراق هي العامل الأساسي في طرد داعش. أي شكل من أشكال حالات الصراع ما بعد داعش سيعود داعش ثانية. نعم، طب بنفس الموضوع وبنفس هذه النقطة وعملية ما بعد داعش في حال القضاء عليها، هل سينفذ الشرط الأمريكي بتقسيم العراق إلى 3 أقاليم بشرط إنهاء داعش والنفوذ الإيراني إلى الأبد في العراق؟ هل سينفذ الشرط الأمريكي الآن؟ للأسف أن اللي بيفرض دائما موازين القوى التي تفرض حالها على الأرض، ولكن إذا وجدت قوى أخرى تعمل مضادة للمشاريع التي تخطط للعراق أو التي تستهدف العراق في المستقبل، عندئذ مصير أي مخطط خارجي إلى الفشل، لأنه أي مخطط خارجي من دولة من دولتين عظميين أو آخر بحاجة إلى أدوات محلية. في غياب الأدوات المحلية التي تتوحد على هدف معين، عندئذ هذا مشكوك في نجاح المخطط الأمريكي. كيف ترى المشهد العراقي؟ هل يمكن تنفيذ الشرط الأمريكي الآن وتقسيمه إلى أقاليم؟ أعتقد للأسف أنه في طريقه إلى التنفيذ، لأنه شهدنا قبل يومين أحد المسؤولين الأكراد قال أنه واضح أن قيام الدولة الكردية هي على الطريق. إذن أصبحت الآن انسلاخ إقليم الأكراد في الشمال أصبح هو، بالإضافة إلى أنه هو على أرض الواقع أصبح حقيقة واقعة، ولكن قد نشهد ولا نتمنى أن يحصل، قد نشهد ذلك في فترة قادمة، ولكن أتأمل وأطالب القيادة الكردية أن تحافظ على وحدة العراق، لأن قوة العراق موحدة، وإذا انسلخ العراق وضعف العراق ضعف الكل، وليس فقط الوسط والجنوب، وإنما حتى الأكراد سيصيبهم الضعف، وعليهم إنهم يأخذوا درس من انسلاخ جنوب السودان عن شمال السودان وكيف ماذا ألم بجنوب السودان. لذلك الانشقاق مهما كانت دوافعه مذهبية أو أتنية أو غيرها هي لا تخدم الهدف العام إذا كان الهدف بعيد، ولكن يجب تعويض الأثنيات بمبدأ المواطنة. الآن لا مركزية فيدرالية أي شيء، ولكن أن يكون هناك دولة موحدة قوية حتى تستطيع مواجهة المستقبل، لأنه لا مكان في المستقبل وخاصة في خلال القرن 21 والذي يحاولون الآن فرض خارطة جديدة له مجتمعية وجغرافية لمكان لقوة ضعيفة أو مشتتة أو مشردمة. يجب أن نوحد الجهود من أجل الحفاظ على مستقبل والهوية المنطقة كاملة. نعم أستاذ صباح، العبادي اتهم تركيا بأنها لم تفي بوعدها بسحب قواتها من شمال العراق، وهي تطالبها أيضا بسحب هذه القوات. هل برأيك هذا تصعيد عراقي تركي، وخاصة أن العراق الآن تحارب الإرهاب؟ وأيضا لا نريد أن ننسى أن موقف تركيا من الكثير من القضايا، ومنها الموقفها مع روسيا والقضية والأزمة السورية، الأمر معقد بالنسبة لها. هل هناك تصعيد عراقي تركي في هذه النقطة؟ ليس كذلك. يعني أي شكل من أشكال التصعيد العراقي التركي على الصعيد السياسي والإعلامي ممكن ورأيناه،
ولكن على صعيد أن يكون هناك عمليات تصادم وعمليات عسكرية أو غير ذلك مع القوات التركية الداخلة إلى العراق، في اعتقادي هذا لن يحصل. ولكن تركيا بتريد أن تحفظ أمنها بالدخول إلى داخل سوريا بمنطقة آمنة كما ادعت قبل أكثر من سنة تطالب بذلك، وبدعم دول أخرى إقليمية وكذلك أيضا دولية وكذلك أيضا في العراق. وهنا بصراحة جانب، وهو أن دخول إيران بهذه القوة إلى داخل الساحة العراقية في كل عمليات الدعم العسكري والاقتصادي، بحيث سلبت شيئا من مصدر القرار للسلطة العراقية، وهنا تدخلت تركيا بهذا الاتجاه لتحجيم هذا النفوذ من جهة، وبنفس الوقت ادعاءاتها في محاربة الإرهاب من جهة أخرى. فالحكومة العراقية ما بين بين تمتلك الحكومة العراقية اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية أمنية للحفاظ على وحدة العراق، وبدعم أيضا إيراني للسلطة العراقية، وهناك شيء من التناقض في الرؤى لعملية محاربة الإرهاب أو التدخلات الخارجية في عملية السيادة. أحب أن أوضح أيضا جانب يهمنا، وهو أن داعش حاليا تتقهقر، تتراجع شيئا فشيئا، ولكن تتسع في مناطق أخرى. نعم. يعني هنا تشكل إنه علامة أن داعش هناك من يعمل على دعمها باتجاهات أخرى تنتقل من مكان إلى آخر، كأن هناك من يمسك بأدوات الشطرنج الداعشية وينقلها من مكان إلى آخر وبسهولة، من أجل شنو؟ تنفيذ برنامج، مثل ما أكد أستاذنا أن هناك القرن هذا قادم لسايكس بيكو جديدة لتقسيم المنطقة وفق المصالح الموجودة وحالة الصراع اللي إحنا نشاهده. ولكن يجب أن نعلم أن داعش في العراق والأزمة العراقية مرتبطة بشكل كبير جدا بالأزمة السورية. الأزمة السورية بدأت تتضح معالم الحل والاتفاقات المختلفة التي حصلت ما بين روسيا وأمريكا في مسألة محاربة الإرهاب، وفي القرارات الأمم، القرارات مجلس الأمن 22-53-22-54، كلها هذه تسير باتجاه عمليات تقسيم الكعكة للمنطقة، وقد نكون نحن الذين ندفع الثمن. أستاذ فوزي، يعني انتقال الجيش العراقي الآن بدأ بالتحرك من بعد رمادي إلى الموصل ونينوى أيضا تحديدا، يعني برأيك الآن الجيش العراقي يتصرف وأنه كأنه حرر أو حسم معركة الرمادي وانتهى تنظيم داعش، وذلك لم يحصل فعليا، برأيك هذه الاستراتيجية والتكتيك هل سوف تعمل على القضاء على فلول الإرهاب هناك، أم أنها ستعمل على مضاعفة تواجده في المناطق التي يظن الجيش العراقي بأنها حررت؟ أنا بتقديري أن الجيش العراقي يريد أن يحقق إنجازين بنفس الوقت. الإنجاز الأول أنه يريد أن يأخذ بالاستعداد والإعداد للمعركة الكبرى، وهي تحرير الموصل، هذا من حيث المبدأ. الآن يبدو أنه قد اكتفى ويريد أن يرسخ أقدامه في المناطق التي حررها من الإرهاب، من إرهاب داعش في الرمادي على سبيل المثال. لذلك وجدنا أنه الآن سيقاتل على جبهتين في هذه المرحلة القادمة بمجرد ما يبدأ معركة الموصل. في حال أنه توزعت قوى الجيش العراقي كونه جيش وطني قادر على مواجهة أكثر من مكان في داخل الوطن الواحد، هذه ستكون يواجهها صعوبة لقوات داعش أن تفتح جبهات متعددة بنفس الوقت. ولكن داعش ماذا تفعل؟ لتريد من الآن، بل بالأمس أرادت أن تستبق هذه الخطة، أرادت استدرجت الجيش العراقي لمناطق آهلة بسكان حتى تتمتع بحماية مناطق مدنيين، وبالتالي عملت على تحييد الطيران، وعندما تحيد الطيران تصبح لها على الأرض قوة لا يستهان بها، لأنها هي الأقدر كانت على عملية التفخيخ وزرع الألغام ومواجهتها بعمليات انتحارية للقوات العراقية. لذلك هذه النقطة بتقديري أنها هي مهمة للمرحلة القادمة. ولكن معركة الموصل بالتأكيد لن تكون سهلة، ولكن وجود الإرادة أعتقد أنها حتى وإن تأخرت بعض الوقت إلا أنها أرى لابد أن تأتي، ولكن بحاجة إلى مزيد من الصبر ومزيد من التضحيات لدى الجيش العراقي
وهنا التضحيات لا أعني أن سقوط قتلى، وإنما تضحيات بالوقت وتضحيات بالجهد، وبالتأكيد أي معركة سيكون هناك بها وفيات وقتلى. نعم. والمدنيين عليهم أن يتحملوا ذلك، لأن هذه الخطوة هي التي ستحررهم من قيد الإرهاب. يعني سؤالي الأخير في هذا المحور أستاذ صباح، هل برأيك الجيش العراقي بناء يعني على السؤال الذي سألته للأستاذ فوزي، هل الجيش العراقي يتحرك بناء على معلومات من التحالف بأنه سوف يشن هذا العدد الكبير أيضا من الغارات التي شنها على الرمادي، وسيكون معه ويسانده في المعارك الجديدة سواء في الموصل أو نينوى أو غيرها؟ بالتأكيد هناك تنسيق، يعني حاليا العراق بين تحالفين، العراق متحالف من حيث المعلوماتية والتقنيات الاستراتيجية في عمليات إيصال المعلومة في عملية المجابهة لداعش مع إيران، روسيا، سوريا، مع حزب الله أيضا. هذا شيء من التحالف الذي يأخذ شكل عملية تبادل المعلومات، وفي مركز في بغداد أيضا يعملون على إدارة معلومات. هل ستساندها بكل هذا العدد من الغارات لمساعدة الجيش العراقي في القضاء على التنظيم؟ هذا جانب ليس هو التحالف الدولي الذي يقوم بالغارات، هذا التحالف في مسألة تبادل المعلومات. أما التحالف الدولي له وجهات نظر قد تختلف في مسألة إيصال المعلومة إلى الجيش العراقي في عمليات التحرك. يعني مثلا نأخذ مثال بسيط على ذلك، الحكومة العراقية تقول لا علم لنا أن هناك دعم أمريكي للبيشمركة الكردية في الإنزال في الحويجة قبل يومين، والعمل على تصفية عناصر لداعش وغيرها في الحويجة، وهذا بصراحة يشكل نقطة وعلامة غير واضحة في مسألة عدم تزويد الدولة أو الإذن من وزارة الدفاع أو الجيش العراقي أو غيره أو قياداته أو حتى الحكومة، وهذا يشكل عائق مستقبلي لعملية التوسع في عملية دحر داعش أو باتجاه الموصل. يعني هناك حالة من حالات التناقض في المعلوماتية بصراحة يدلل على أن الأهداف قد تختلف ما بين التحالف الدولي الذي يقوم بعمليات القصف وعمليات التي تسبق حركة الجيش والعشائر والميليشيات والحشد وغير ذلك باتجاه التحرير، وبين المعلوماتية التي تأخذها من روسيا أو الأقمار الصناعية أو غير ذلك. نعم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة فقراتنا. تواجه كبرى شركات صناعة النفط اختبارات قاسية هذا العام، ولعل الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم العربي ستواجه خيارات صعبة كمخاطر فجوات التمويل التي برزت بقوة مع بداية العام. إلى أي مدى سيتهاوى سعر برميل النفط، وما هي تداعياته على الدول المستهلكة والمصدرة والمنتجة أيضا؟ سأطرح هذه الأسئلة على ضيوفي، وأبدأ من عندك أستاذ صباح. أستاذ صباح، أولا يعني انخفض سعر النفط إلى 35% في عام 2015، هناك توقع بأن يصل سعر برميل النفط إلى 29. لماذا لم تتخذ منظمة الأوبك في اجتماعها الأخير قرارا بخفض الإنتاج على الأقل للتخفيف من تخمة المعروض في السوق؟ حقيقة يعني في القرن الماضي تعلمنا وتعودنا أن عملية صناعة النفط في العالم أخذت طابع سياسي إضافة إلى الجانب الاقتصادي والتنموي العالمي. يعني نلاحظ أن تخمة السوق النفطية في العالم لا تعطي الفرصة لارتفاع الأسعار، خصوصا
بدأت عمليات التنسيق حاليا لرفع العقوبات عن إيران، والتي هي تنتج أو تصدر حاليا تقريبا 600,000، ولكن وزير النفط الإيراني وعد بأن خلال بداية العام الجديد 2016 نعمل على تصدير بإمكاننا تصدير 1,000,000 برميل، أي هناك زيادة في التخمة. هذا جانب. جانب آخر أن الضغوط السياسية التي تمارس على المنتجين، وبالذات بصراحة دول الخليج متمثلة بالسعودية التي تنتج حوالي 10,500,000 برميل يوميا، أو بالأحرى المنطقة أوبك بشكل عام مجتمعة تنتج ثلث ما يستهلكه العالم، هنا تخمة كبيرة جدا سواء في داخل الأوبك ونتيجة الانخفاض الكبير، إضافة إلى الدول الموجودة والمنتجة خارج الأوبك متمثلة بأكبر دولة في العالم منتجة بصراحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية روسيا. نعم. تنتج بحدود حوالي 11,000,000. هذه التخمة العالية لا تعطي الفرصة لارتفاع أسعار النفط، ومن المحتمل أن يكون حتى ب20 أو بسعر التكلفة. نعم. حسب الشركات المختلفة في نظامها. نعم أستاذ فوزي، يعني بعض الدول المصدرة والمنتجة للنفط الآن تعاني من عجز في الميزانيات، برأيك عملية رفع الدعم عن النفط ومشتقات النفط وأيضا سياسات التقشف التي تتبعها، هل برأيك ستخلق أي توازنات لسد العجز في ميزانيات اقتصاداتها هذه الدول؟ للأسف أنه هناك العديد من الدول المنتجة للنفط كانت تعتمد بجزء كبير من اقتصادها على أقلها من 70% إلى 92% على واردات النفط. هذه الدول الأكثر دول مرشحة لأن تعاني نتيجة انخفاض أسعار النفط، ولكن يبقى السؤال، هل انخفاض أسعار النفط فعلا هو نتيجة التخمة في المعروض، هل أم أن هناك عوامل أخرى؟ بتقديري أن هناك عوامل أخرى. العامل الأول أنه بالإضافة، نعم أستاذ فوزي، لكن أريد التركيز على أن سياسات التقشف ورفع الدعم عن مشتقات البترول بالتأكيد ستخلق أي توازن لسد العجز؟ لن تستطيع أن توجد التوازن في يوم وليلة، هذه تريد سياسة استراتيجية اقتصادية جديدة تعتمد على تنويع الدخل وخاصة العوامل الإنتاجية، دون أن يكون هناك إنتاج داخلي تعتمد عليه كمصدر للدخل، عندئذ سيكون من الصعوبة بمكان سيتحمل مسؤوليتها دائما المواطن، وهذه السمة بتقديري سنشهدها في كل الدول المنتجة للنفط سواء كانت داخل أوبك أو خارج أوبك، لأن كل الدول المنتجة للنفط تعاني من عجز في ميزانياتها، سواء دول داخل أوبك من دول عربية، سواء الدول خارج أوبك، حتى في الدول الأخرى التي تقوم وليست عضوا والتي تقوم بالتلاعب بأسعار النفط عبر البيع بالتهريب بالسوق السوداء. إذن هناك عوامل عديدة، هذه تساهم، كل دولة منتجة تريد أن تحافظ على حصصها السوقية، هذه بالتأكيد أحد الجوانب اللي بنقول حقها، ولكن يجب أن يكون هناك رؤية بمدى أن تصل إلى قعر الأسعار حتى تستطيع أن تحقق التوازن فيما الدخل وقدرتها على الاستمرار في عملية التنمية الاقتصادية لوطنها أو لقطرها. هنا يبقى السؤال، هل هذه الرؤية الآن موجودة وغير معلن عنها، أم أنه لا زالت الآن في ظل الصراعات السياسية هناك أيضا يتم استخدام النفط كسلاح كل طرف يريد أن يؤثر على الآخر. لكن أيضا هناك مهم جدا أنه بعض الدول الكبار الدول المنتجة للنفط تريد أن تحمل بعض الدول في أوبك المسؤولية لرفع الأسعار عبر هي أن تلجأ إلى تقليص إنتاجها، لذلك أنا أعتقد لابد أن كل الدول داخل أوبك وخارج أوبك أن تتفق على تخفيض الإنتاج بنسب وفقا متناسب طرديا مع إنتاجها حتى يستطيعوا تعويض التخمة في الإمداد، إلى أن يتم أيضا ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي وهو عامل آخر. نعم. في انخفاض النفط. أستاذ صباح، هناك نقطة هامة أيضا في كانت سبب رئيسي أيضا في انخفاض سعر برميل النفط، الآن الولايات المتحدة تنتج النفط الصخري وهي لم تنتج أو يحقق الآن أعلى مستويات منذ 30 عاما، ما السر وراء هذه النقطة تحديدا من إنتاج النفط من 30 عاما بالنسبة للولايات المتحدة وهي تعرف أن إيران الآن دخلت السوق؟ ليكن معلومة، منذ 40 سنة الكونغرس
في قراراته وقوانينه لا يسمح للحكومة الأمريكية أن تعمل على تصدير وبيع النفط خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تستهلك في 2015 يوميا بين 15 إلى 16 مليون برميل. أعطى قبل أكثر من أسبوعين الكونغرس تصريحا وتفويضا للحكومة الأمريكية السماح لها بعملية التصدير. إذن ماذا يعني ذلك؟ يعني العمل على إغراق السوق والحفاظ على المستوى المتدني للأسعار، ولكن من جانب آخر هذا على من سيؤثر؟ سيؤثر بالدرجة الأساسية على الدول المعتمدة على النفط في موازناتها وتخطيطها واقتصادها ب90%، 80%، 35% كما هو مثلا في إيران أو حتى الاتحاد أو روسيا معتمدة بنسبة 35-40% على النفط، ولكن هذا سينعكس سلبا على النمو، أي النمو العالمي الذي أدى خلال 2015 إلى زيادة بنسبة حوالي 3.4% من نسبة الفقر بالعالم. ازدادت نسب البطالة العالمية لعدم وجود شكل من أشكال الاستثمار العالي، وتراجع النمو الصيني الذي كان من قبل أكثر من 25 سنة 14.6، أما حاليا يتراوح بين 5.3-5.8، وليس هناك رؤية مستقبلية حقيقية 2016 أن هذه الأسعار المتدنية للنفط أن تعطي التأمين الحقيقي للنمو. نعم. بالاقتصاد العالمي كي ينعكس على تخفيض نسب الفقر والبطالة وغيرها. نعم أستاذ فوزي، لكن بإجابة سريعة لأن الوقت قد أدركنا، برأيك أيضا هذه الكمية الكبيرة من المعروض وانخفاض أسعار النفط كيف تأثيرها على الدول المستهلكة خاصة؟ المفروض كان هذه الدول المستهلكة هي لتكون الأكبر طرف مستفيد، ولكن للأسف وجدنا أنه العكس، وجدنا أن الأسعار لم تنخفض بما ويتناسب مع نسبة انخفاض النفط. وجدنا أن أسعار المرتبطة بأسعار النفط من كهرباء، من صناعات، من تجارة، من خدمات لم ترتبط فيها. لذلك أنا أعتقد آن الأوان إنه الدول المستهلكة للنفط والمستوردة للنفط أن تبدأ أن تشعر تعزز فروقات النفط، أسعار النفط في ميزانياتها لأنها أصبح وفر، أن تعززها بتنمية الاقتصاد تبعها من خلال اللجوء إلى المشاريع. ولكن من خلال متابعتنا للدول المستهلكة للنفط للأسف أنه هذا الموجود لم نلمسه، وخاصة أن أسعار الصناعات والخدمات والتجارة انخفضت ليس فقط بسبب انخفاض النفط، وإنما أيضا بسبب انكماش النمو الاقتصادي العالمي، وهذا أدى إلى تخفيض نسبة الأرباح، وبالتالي وجدنا أن الأسعار نتيجة رفع الضرائب في الدول التي تعاني من عجز في ميزانياتها تريد أن تعوض باستمرار وأن الفروقات في اقتصادها من خلال رفع الضرائب وتحقيق الوفر التي وفرته من استيراد النفط، لأنه كلفة استيراد النفط كبيرة على الدول المستهلكة للنفط. نعم أستاذ فوزي السمهوري المتابع للشأن الدولي والعام، شكرا لك، كنت معنا. أستاذ صباح علو أيضا المتابع للشأن السياسي والدولي كنت معنا، شكرا لوجودكم معي. أهلا ومرحبا بكم، ونقول من جديد تبقى الأحداث كثيرة ونبقى نتابعها عن قرب ونطرح الأسئلة علنا نجد إجابة لكل ما يحدث في هذا العالم. للتواصل مع البرنامج راسلونا عبر البريد الإلكتروني نحن والعالم @218tv.net. أترككم الآن قبل الختام مع هذه الصور التي تختصر الأسبوع في صور. تصبحون على خير.